القوائم الانتظار اللي اتكلموا عليها هنا، انا مش بتكلم على علاج طبي عادي، انا بتكلم على علاج طبي ضخم، بتكلم على عمليات جراحيه كبرى في المخ والاعصاب والقلب والركب وكل ما تعنيه هذه الكلمه. لما عرض الموضوع دوت قلنا لا، احنا هنستهدف قوائم الانتظار ولن يكون في مصر قوائم انتظار. منذ 5 سنوات أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة إنهاء قوائم الانتظار. على الفور بدأت وزارة الصحة والسكان في القضاء على قوائم الانتظار باستقبال بيانات المرضى عن طريق الخط الساخن الذي دشنته. المبادرة بدأت ب9 تخصصات حتى وصلت مع نهاية العام الماضي إلى 14 تخصصاً تشمل القلب والعظام وقسطرة القلب والمخ والأعصاب وزراعة الكلى والقساطر المخية وزراعة القوقعة والرمد وغيرها. أجرت وزارة الصحة أكثر من 1,509,000 عملية جراحية ومتابعة لأكثر من 117,000 حالة خلال 12 شهر للتأكد من جودة خدمات المبادرة. واستقبلت المبادرة 221,548 طلب خدمة جديدة ضمن مبادرة قوائم الانتظار، ووصلت تكلفة القضاء على قوائم الانتظار حتى الآن إلى 17 مليار جنيه. وتعمل المبادرة على توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات، ويأتي معدل انتظار الحالات المتعلقة بعمليات القلب المفتوح لا تتعدى 3 أسابيع. خدمات مبادرات رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة. وتهدف المبادرة إلى منع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها مبادرة قوائم الانتظار. من مصر، محمد الجباس.